نحن هلا بقلب غابات صنوبر اللي هي بتشكل اكبر كتله صنوبر بالشرق الاوسط، وللاسف نصها احترق هذيك السنه. الخساره اللي نحن خسرناها هي خساره ماديه ومعنويه لا يقدران بثمن. المفروض نحن ننطر 30 او 40 سنه لنرجع نشوف هالمشهد اللي هو قاله فوق المئات السنين موجود عنا بالضيعه. ضيعة بعيدة عن بيروت، ما في أشغال، ما في وسائل تأمن معيشة للعيال. عرفنا مشروع التحريج USAID من قبل البلدية، قدمنا وبلشنا معهم الشغل، بننظف طرقاتنا، بننظف الحرش، نوفر على حالنا وقت تطفية حريق إذا صار، بنأمن مدخول مادي لعائلتنا، خصوصي اللي مثلي عنده وضع صحي معين هو وعائلته. ونحن عنا نسبة الستات قاعدين بالبيت، وهذا المشروع فادنا كتير بهذا الموضوع، إنه عم بيقدروا يطلعوا من بيوتهم ويشتغلوا ويتعرفوا على عالم جديدة. والأحلى من هيك كله تعلمنا نشتغل كتيم ورك. جوزي معه ديسك ووضعنا المادي إنه صفر بالمرة من خلال هذا المصاري اللي بدي أقبضه، إنه بساعد جوزي بحاجات معينة، نحسن وضعنا شوي. هذا المبلغ اللي انعطى يعني بهذا المشروع هو مبلغ كتير حلو بهذا الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، بيعطيك بوش وبيساعدك. مخلصة جاردينيات بس بقي سنة عندي جامعية ما قدرت كملها بسبب الأوضاع الاقتصادية، وسبب انه بي متوفى وما عندنا معيل بالبيت. هاي المصاري اللي رح اطلعها من هذا المشروع كفي لي هيدي السنة الجامعية. هالشغل اللي عم نشتغله نحن بالحرش تبعنا بيساعد كتير، انه اذا بحاله لا سمح الله صار رجع حريقه يكون هالحرش مشحل بطريقه كتير علميه ومظبوطه، انه الاكسجين يضل داخل ضمن الشجر. وقت اللي انت عم تشتغل بارض لإلك سو بتعطي من قلبك كتير. USAID بلشت لنا الشغل بتدريبات للاسعافات الاوليه مع الصليب الاحمر، وتدريبات لحتى نعرف نستعمل العده اللي نحن عم نستعملها للتشحيل في حال صار حادث، نحن نعرف كيف نتصرف مع رفقاتنا ونعتمد على المعدات اللي عايتيننا اياها هن. بقينا هون وعم نشتغل هون كرمال هيدا الحرش يضل.